المشكلة الأولى نسيان أو فقدان الطالبة لورقة الخطة الأسبوعية. المشكلة الثانية عدم معرفة أولياء الأمور للقراءة باللغة الإنجليزية أو عدم فهمهم لمتطلبات الخطة الأسبوعية. وهذه أغلب المشاكل اللي تحدث مع أولياء الأمور وهي الخطة. حصلنا لكم الحل، والحل هو استخدام برنامج الخطة الأسبوعية اللي بيساعدكم في أمور كثيرة، وأهم شيء إنه برنامج، يعني ما راح تواجهوا مشكلة ضياع الخطة الأسبوعية. وراح نبدأ ونشرح لكم كيفية استخدام البرنامج اللي راح يستخدم من قبل فئتين اللي هم أولياء الأمور وهيئة التدريس. ويتكون برنامجنا من نسختين، نسخة عربية وإنجليزية. راح نشرح لكم كيفية استخدام النسخة العربية. في صفحة أولياء الأمور يبدأ ولي الأمر باختيار صف وشعبة ابنه أو ابنته، من بعدها يختار من الجدول اللي تحت لاختيار اليوم والمادة من خلال ضغطه على واحدة من المربعات الرمادية اللي تناسب اليوم والمادة المطلوبة. من بعدها راح تتبطل صفحة ثانية واللي هي صفحة تفاصيل الخطة الأسبوعية، وفيها راح تنعرض كل تفاصيل المادة واليوم المحدد اللي تم اختياره، وراح تشوفون أن البرنامج عارض لكم الصف والشعبة لتأكدكم للاختيار الصحيح لهما. وفي هاي الصفحة راح تنعرض لكم تفاصيل ثلاث أشياء مهمة واللي هم الامتحان والواجب والمتطلبات. وضفنا لكم ميزتين في هاي البرنامج واللي هم ميزة الصوت والصورة. فمثلا في ميزة الصوت راح تساعد أولياء الأمور في سماعهم لشرح المدرسين للمطلوب للطالب أو الطالبة في هذه المادة واليوم، في حال عدم معرفتهم للقراءة أو في حال تفضيلهم لسماعهم للمطلوب على قراءته. وفي ميزة الصورة راح تنعرض لأولياء الأمور صورة مأخوذة من قبل المعلم، وهاي الميزة تكون للمتطلبات، تساعد أولياء الأمور لمعرفة المطلوب بالصورة كنوع معين مثل أي نوع من الأقلام أو الدفاتر. عند الضغط على أيقونة السماعة سيقوم البرنامج على الفور بتشغيل الصوت. أما بالنسبة للصورة فسيقوم البرنامج بعرض الصورة في صفحة أخرى، وللعودة اضغط على زر الإكس للخروج. وللعودة للصفحة الرئيسية راح نعرض لكم كيفية استخدام البرنامج بالنسبة لهيئة التدريس، فنضغط على هيئة التدريس لعرض الصفحة الثانية، وهذه الصفحة مخصصة لهيئة التدريس لتدخيل بيانات الخطة الأسبوعية اللي بتنعرض لأولياء الأمور. فيجب على هيئة التدريس قيامها بتسجيل الدخول بوضع البريد الإلكتروني وكلمة المرور. وإذا كنت ترغب بحفظ بياناتك لتسجيل الدخول كل مرة، فيجب عليك الضغط على مربع الاختيار لحفظ بياناتك. وإذا كنت ترغب بإعادة كتابتك للبريد الإلكتروني ورمز المرور من جديد في حال كتابتك للمعلومات الخاطئة، فعليك الضغط على زر إعادة، وبعد تأكدك من كتابتك اضغط على زر تسجيل الدخول. بتنفتح صفحة إضافة تفاصيل الجدول. في هالصفحة تقوم هيئة التدريس بإضافة المعلومات اللي راح تنعرض لأولياء الأمور، ويختار الصف والشعبة واليوم والمادة، وبعدها يقوم بتعبئة التفاصيل في كل الخانات أسفل كل من الامتحان والواجب والمتطلبات، ومن بعدها يضيف الصوت والصورة. لأيقونة الصوت يقوم بالضغط عليها ويقوم بالتسجيل، وعند الانتهاء يضغط مرة ثانية على الأيقونة لتوقيف التسجيل. بالنسبة لأيقونة الصورة يقوم بالضغط عليها، ومن بعدها بتنفتح الكاميرا لالتقاط الصورة. بعد الانتهاء من تعبئة الصفحة وإدراج الصوت والصورة والمعلومات، اضغط على زر رف لإضافة ما أضفت من صوت وصورة ومعلومات، وعرضها في صفحة تفاصيل الخطة الأسبوعية اللي راح تنعرض لأولياء الأمور. وهذه طريقة استخدام البرنامج، برنامج الخطة الأسبوعية، برنامج المساعد لأولياء الأمور، وهو الأفضل والأسهل للاستخدام.